استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الدبلوماسيين الدوليين الذين تستضيفهم أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية ضمن برنامج ضيافة. وأكد سموه أن هذه المشاركة تعزز الحضور الدولي وتساهم في تطوير العمل الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين الجميع، بما يسهم هذا التجمع في خلق شبكة علاقات دولية مع المشاركين، ما يحقق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله في جعل البحرين بوابة انطلاق للجميع ومركز ترحيب بكل الأفكار الجديدة في كل المجالات، ما يترجم رؤية جلالته في جعل المملكة مركزا مهما في الخارطة ونقطة جذب للطموحين من مختلف أرجاء العالم. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمستوى المتميز للدبلوماسيين الدوليين وبدخولهم في برنامج ضيافة الذي أطلق من قبل أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة، الذي حاز على المركز الأول في مسابقة الابتكار الحكومي، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. هذا وناقش سموه مع الدبلوماسيين عددا من القضايا والاقتراحات التي من شأنها تطوير العمل الدبلوماسي بين المملكة والدول المشاركة. من جهتهم شكر الدبلوماسيون الدوليون سموه على الاستضافة مشيدين بالإنجازات لسموه في كافة المجالات.